في إطار تنفيذ وتحقيق المخطط العملية للدخول المدرسي 2024-2025 وإضافة إلى استكمال تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي السنة الخامسة وتعميم المدارس الرقمية واللوح الإلكتروني، توفر مديرية التربية مرافق ونقاط مخصصة للبيع الكتاب المدرسي بما فيها المؤسسة التربوية بمختلف المراحل التعليمية. ومن مدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس مستغانم ينتقل محمد الأمين وابنته ماريا لاقتناء الكتاب المدرسي. كتب تاسنا الرابعة. السلام عليكم، كتب الدفتر قشيطة. الحقيقة كتب متوفرة بسعر متناول الجميع. نشكر القائمين على هذه العملية من إطارات التربية وإطارات الداخلية والبداية، كما نشكر المعلمين بالمناسبة وأتمنى لهم أنهم قضوا رحلة سعيدة. ويؤكد أحمد على أن توفر الكتب المدرسية في المدارس وكذا النقاط المخصصة للبيع والمكتبات يشكل أكثر أريحية للأولياء والتلاميذ من أجل اقتناء كتبهم. بالنسبة لشراء الكتب جئت هذه المرة مبكرا لشراء الكتب، وذلك حتى يتسنى لنا شراء الكتب في أريحية، مع العلم أن الدولة الجزائرية وفرت لنا الكتب على طول العام، لا يوجد هناك انقطاع أو نقص في الكتب. كان نقاط متوفرة عديدة على مستوى ولاية مستغانم لشراء الكتب. قد شريت كتب السنة الرابعة وإن شاء الله في هذه السنة أربح. مستجدات كثيرة يحملها قطاع التربية في هذه السنة تجعله يوفر أكثر أريحية لأولياء التلاميذ وأبنائهم.